الامتحان داز في ظروف مزيانه، الحراسه كانت شويه مزيره ومشدده، الفرد كان في المستوى، كاع الدروس اللي كانوا محطوطين اتخذوا بعين الاعتبار في الاضرابات وصافي. هذا ما كان الميكانيك في المستوى، ما كانوش شي اسئله صعبه بخصوص الفيزيك، شي ما كانش تعمقوا فيها تعمقوا واحد شويه في الشيمي وصافي. هذا ما كان اسئله كانوا في المتناول، بينما كان الادراك تاعنا للوقت كان جد متاخر، يعني حتى غمسنا في الامتحان عاد ما بقينا كنضربوا البال الوقت، هذا الشيء اللي خلى واحد الديكالاج ما بين الاجوبه ديالنا وما بين الوقت. اما بالنسبه للامتحان فهو تحط في المتناول تاع اي تلميذ راجع او لا قرا شويه، فهما كما تحطوا لنا في الاطار المرجعي اعتمدوا على الاطار المرجعي الاخير، نقصوا لنا الدروس اللي قالوا غادي نقصوا وحطوا لنا تنقيت حسب الاطار المرجعي كما قالوا. ركزوا في الميكانيك، ربما كان شويه الميكانيك كانت عليها 5 نقاط اللي ما كنت متوقع الصراحه شخصيا، بينما سميتهم لينيتي الاخرين كانوا فري فلسطين الشيمي تحطت عليها 7 نقاط وكانت في متناول جدا، بينما الميكانيك كانت ان شاء الله كانت فيها 5 نقاط، هي كنا شويه متوقعينها تكون 5 نقاط، بينما مثلا لي زوند ونيكليير شويه ساهلين وانه التنقي تاعهم بحال قلتي ما هوش ناقص. الامتحان في المتناول من جهه الشيمي تحطات لينا سهله، الالكتريسيتي اللي كان فيها شويه التعقيدات ونيكليير وداك الشيء راه في المتناول. المهم حنا ان شاء الله يكون خير في المواد الاخرين، ان شاء الله نعوضوا بهم. فترة تاع الاضرابات اثرت علينا بزاف ومن ناحيه كثيره، من ناحيه شي دروس ما قريناهمش وتحطوا لينا فيزيك. بالنسبه للفيزيك كان الشيمي ساهل، الفيزيك كان صعيب شويه، المهم الا كنتي خادمه راه غادي تقاد داك الشيء مزيان. في الاضرابات كان بنادم جاي معول زعما على باش يتقاتل هذا العام زعما حتى عندنا الباك، ولكن فتره الاضرابات بحال اللي قلتي عكزات شي وحدين فينا صافي. المهم كاين اللي تدارك الامر، كاين اللي بقى في ديك الاضرابات ولا في الغياب ولا في كذا صافي. بالنسبه للشيمي كان دوك الدروس اللي كانوا عندنا في الاضرابات كان فيهم شويه خصاص، حيتاش ما كناش حاضرين في القسم وداك الشيء، ولكن فاش كنا حاضرين في القسم وكنجيو كان داك الشيء شويه ساهل. كنا محضرين اصلا، ما ساليناش الصراحه بكري، ولكن فاش سالينا صافي قعدنا في الدار بقينا كنراجعوا داك الشيء اللي علينا، خدمنا والحمد لله. كاين اللي قدر كاين اللي ما قدرش، على حسب الا كنتي داير السوايع وكذا راه غادي تقدر، تالي ما كنتش داير السوايع فاش كتخدم في الدار مع التكنولوجيا وهذا الشيء ديال الانترنيت راه هذاك الشيء كنت داركو الحمد لله. المهم بنوجه نصيحه للتلاميذ ديال السيزيام، خدموا مزيان حيت راه الوطني كتبقى انت والورقه، راه ما كاينش اللي يعاونك، راه كتبقى انت والورقه، خدمتي مزيان هو هذاك، ما خدمتيش مزيان ما كدير والو.